دفعة الفراشة بترحب بيكم. احنا جروب WAD4، ده كود الجروب. احنا سنة تانية جنرال صيدلة أسيوط، الدفعة 57. هنتكلم عن مركب خطير ومهم، وهو البنزيميدازول. هنبتدي بتعريف البنزيميدازول وليه اخترنا البنزيميدازول بالتحديد وأهميته واستخداماته، وهننهي بطرق تحضير للبنزيميدازول. أول حاجة، إيه هو البنزيميدازول؟ هو باي سايكليك هيتيرو أروماتيك أورجانيك كومباوند، بيتكون من اتحاد البنزين مع الإيميدازول. المركب ده سوليد وكالورليس and weak base. اسمه الأيوباك 1H 1.3 بنزيميدازول أو 1H بنزو دي إيميدازول. ليه اخترنا البنزيميدازول بالتحديد؟ وده لأهميته وتعدد استخداماته، ولأنه من أهم المركبات الهيتيروسايكليك اللي بتحتوي على النيتروجين في صناعة واكتشاف الأدوية. فالبنزيميدازول نيوكليوس ليها دور مهم كثيرابيوتيك ايجنت لايك انتي اولسر اند انسلمنتيك دراجز، فهو مضاد للقرحة وقاتل للديدان. ومشتقات البنزيميدازول ليها فارماكولوجيكال اكتيفيتيز زي انتي مايكروبيال انتي فايرال انتي كانثر وانتي انفلاماتوري اند انالجيسيك. وفي أمثلة كتير موجودة ليه في السوق، منها زي ما هو موضح معانا في سلايد فيرميزول وبارازول البندازول، ودول انسلمنتيك دراجز، واوميبرازول وده انتي اولسر دراج. بعد كده هنتكلم عن البنزيميدازول بيزد دراجز، واللي ليها ديفرنت بيولوجيكال اكتيفيتيز ناتج عن تغير الجروبز والمجموعات على الكور ستراكشر، الهيكل الاساسي اللي هو البنزيميدازول، زي الشكل اللي قدامنا في السلايد بيوضح مثال على البنزيميدازول ديريفاتيف as anti-cancer agents. بنزيميدازول containing drugs. السلايد دي بتوضح بعض الستركتشرز للأدوية التي تحتوي على البنزيميدازول، زي البيزيتراميد وده ideal analgesic drug، وسايابندازول وده bactericide وantifungal and parasitic drug، ودايابازول ده انتي هايبرتنسيف ايجنت وفازودايليتور سبازموليتيك هايبوتنسيف دراج. ومعانا انتي كانسر دراج اللي هو الايمت، وانتي فايرال دراج، وكاربندازيم فانجي سايد دراج. ان بيولوجي، بنزيميدازول ان نيتشر، في الطبيعه. في بدايه فتره الخمسينات كانت فتره مهمه لاكتشاف الاهميه البيولوجيه للمركبات التي تحتوي على البنزيميدازول، فاكتشفوا ان المركب 5-6 دايميثايل 1-AD ريبوفيورانوسايل بنزيميدازول رينج سيستم كانتجرال بارت وجزء من المركب فيتامين بي 12 الموجود في جسم الانسان. وده شكل للستركتشر بتاع الفيتامين بي 12 اللي فيه البنزيميدازول رينجز. البنزيميدازول رينجز اللي موجودة قدامنا في السلايد ده بقى شكل الريفيو اللي جمعنا منه التوبيك والداتا بتاعتنا، اسمه Sensitic Approaches to Benzimidazole from Orsophenylene Diamine من جامعة الملك سعود، عشان لو حابين تشوفوه وتقروا عن الموضوع اكتر. وعشان نبقى فاهمين اكتر، في فرق بين البيبر والريفيو. البيبر بتتكلم عن مركب واحد وطريقة تحضير واحدة للمركب، اما الريفيو بتتكلم عن اكتر من طريقة لتحضير المركب. فالريفيو بتاعتنا ميثودولوجي فيها حوالي 36 طريقة مختلفة لتحضير المركب بتاعنا البنزيميدازول، وده عشان نطلع ب يلد احسن وبيور برودكت. احنا اخترنا منهم اربع طرق لتحضير البنزيميدازول، 4 method of synthesis of بنزيميدازول. The first method، اول طريقة اسمها هوبريكر ميثود، دي بنحصل منها على 2-5 دايميثايل بنزيميدازول من خلال ان انا بعمل ريدكشن وديهايدريشن، يعني بعمل اختزال وبشيل جزء مية لمركب اسمه 2 نيترو 4 ميثايل أسيتانيلايد، زي ما هو قدامنا في المعادلة.
تاني طريقة معانا اسمها فيليبس ميثود، ودي تعتبر the most commonly used and synthetic method لتحضير البنزيميدازول. بيحصل فيها condensation لمركب اسمه أورثوفينايلين ديامين مع كربوكسيليك أسيد أو فورميك أسيد أو مشتقاته، وبسخن في وجود concentrated HCl. وعشان أحصل على good yield بحضر بنفس الطريقة، بس بدل concentrated HCl بحط أمونيوم كلورايد ككاتاليست في درجة حرارة من 80 ل 90 درجة سيليزيوس. تالت طريقة preparation بنزيميدازول from aldehyde، ودي اسمها وينهاجنز ميثود. والطريقة دي بتتكون من تفاعل الأورثوفينايلين ديامين داي هيدروكلورايد مع الألدهيد in water أو alcoholic solution في وجود كابريك أسيتات أو كابريك سولت. هيحصل إيه؟ هينفصل البنزيميدازول كابريك سولت and باي هيدروجين سولفايد، هيتكسر الملح ويديني فري بنزيميدازول and كابريك سولفايد. وصلنا لرابع طريقة معانا، وهي تحضير البنزيميدازول من اليوريا. وبنفس المركب اللي استخدمته في الطريقتين اللي قبل كده، وهو الأورثوفينايلين ديامين داي هيدروكلورايد مع اليوريا، وبسخن عند 130 درجة سيليزيوس، هيديني 2-3 اتش بنزيميدازولون. الكونكلوجن وملخص سريع للي قلناه في 3 نقط. أول نقطة معانا إن البنزيميدازول واحد من أكثر المركبات المهمة والمفيدة in biological activities. تاني نقطة إنه بيستخدم في كثير من therapeutic applications like anti-inflammatory, anti-microbial, anti-viral و anti-cancer and analgesic drugs. تالت نقطة معانا اتكلمنا عن 4 طرق لتحضير البنزيميدازول. أول واحدة كانت إني بعمل اختزال وديهايدريشن لمركب الأسيتانيلايت، والتلات طرق التانيين استخدمت فيهم نفس المركب في بداية كل تفاعل، وهو الأورثوفينايلين ديامين، بإن أنا كنت بعمل كوندنسيشن بين الأورثوفينايلين ديامين مع مركبات مختلفة في وجود various conditions. وفي طرق تانية كتير لتحضير البنزيميدازول في الريفيو اللي احنا ذكرناه، عشان تساعد الفارماسيست والكيمست في تحضير البنزيميدازول بشكل افضل واسهل، وكمان نطور البروتوكولز for large production of بنزيميدازول، وكمان تطوير وانتاج ادوية جديدة بتعتمد في تركيبها على البنزيميدازول. وبكده نكون خلصنا. شكرا لاستماعكم، وكان ذلك تحت إشراف دكتور أبو بكر السيد.